إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى النيران، نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى، أما تنظر الطيرة مقفصة يا فتى، إذا ذكر الأرمان حن إلى المغنى. الله الله لا الله الله يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله. يفرج بالتغريد ما بفؤاده، فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى، فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى. كذلك أرواح المحبين يا فتى، تهززها الأشواق للعالم الأسنى، تهززها الأشواق للعالم الأسنى.